تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قامت المؤسسة الخيرية الملكية للأعمال الإنسانية بالتجول بالمناطق السودانية المتضررة جراء الفيضانات للاطلاع على الاحتياجات الإغاثية. كما سلمت المؤسسة مساعدات إنسانية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أهالي السودان. منذ دخول طائرة مملكة البحرين الأجواء السودانية، التقطت كاميرا مركز الأخبار لقطات لأغلب المناطق السودانية التي تضررت جراء الفيضانات، فهذا المشهد بات مألوفا في السودان، فالبعض يحمل ما استطاع إنقاذه من أمتعة، والآخر يريد النجاة من الموت. وباتساع المساحات التي التقطتها عدسة الكاميرا تعددت المناطق والمشهد نفسه، فالمحبة الإنسانية والدعم المعنوي الذي قدمته مملكة البحرين لشقيقتها الجمهورية السودانية من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية جاء ليخفف من المعاناة التي يعيشها الأهالي، والتي جاءت في سياق المحبة الكبيرة التي يكنها جلالة الملك المفدى حفظه الله للشعب السوداني الشقيق. هالمجموعة نازحين من منطقة قريبة، أما بيوتهم كل شيء تدمرت، نتناقش معاهم احتياجاتهم قالوا نحتاج خيام عدد معين، نحتاج سجاد بلاستيك، لأن في كثير من البعوض في الليل يقرصون عيالهم، فأي شيء ينامون عليه. فراح نتحرك بطريقة سريعة، هاي غير عن مشاريع تنموية. وشفت أشياء عن صمود وقوة هذا الشعب العظيم. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شقت طريقها وتجولت في المناطق المتضررة على الرغم من وعورة الطرق التي سلكها موكب المؤسسة، حيث أصرت على الالتقاء بعدد من الأهالي والوقوف عند متطلباتهم واحتياجاتهم لتقدم يد العون لهم على وجه السرعة. نحن طبعا منطقتنا غارية تبعد من هنا على البحر كيلو تقريبا. هذه المنطقة دمرت تماما، المدارس والمساجد وكل شيء، كل الناس اللي طلعوا منها طلعوا بملابسهم فقط، يعني فقدوا كل شيء. الآن الموجود نحن 1400 نسمة تقريبا. الحمامات في حمامين فقط لل 1400 نفر، ده في حمامين، واحد نساء واحد رجال، يعني بتلقاهم واقفين طابور الحمام. ما الحمد لله ما فقدنا شيء في الأرواح، لكن فقدنا كل الممتلكات، حتى أوراقنا الثبوتية أي شيء فقدناه. فنحن والله نشكر أخواننا في دولة البحرين على هذه الزيارة وهذه الخدمات. 20 يوم المنطقة الجنوبية دي ما كنا متخيلين تجي الموية. العشاء لما قال الله أكبر الموية ضربت، لما ضربت في برتقال شجر قلعته من جذوره، نص ساعة الحلة كلها اتدمرت دمار شامل. هذا وتحرص مملكة البحرين على الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة في المحن والأزمات، انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمعها مع مختلف شعوب العالم، وستبقى تقدم يد العون للكل، ولتؤكد دائما على أن السلام يكمن مع تكاتف الدول مع بعضها البعض في السراء والضراء. يد بيضاء ممدودة للخير، فالعطاء اليوم تعدى الحدود، فمن واحة السلام والخير المنامة لأبناء السودان، مساعدات إنسانية وإغاثية لإنقاذ المتضررين من الفيضانات في عدد من المناطق السودانية، لزرع الابتسامة في قلوب المستضعفين ولتخفيف وطأة هذه الكارثة الإنسانية. طلال نايف لمركز الأخبار من العاصمة الخرطوم.